مساء الخير، والله يعطينا ويعطيكم الصحة والعافية، ويومكم إن شاء الله طيب في ظل هالأجواء اللي ما شاء الله فيش حدا على السوشيال ميديا ولا في أي مكان إلا بحكي في فيروس كورونا، اللي الله يا ربي ينجينا إحنا وياكم منه يا ربي، اللهم آمين. حقيقة بدي أحكي أحيي كل الكوادر الطبية العاملة على مستوى العالم كله، ويمكن بالتحديد في فلسطين. اسمحوا لي انه انا اوجه تحية لاهلنا في فلسطين، وبالتحديد في مدينة بيت لحم. بشوف يعني قديش انه هذا الاهتمام الرائع والتطوع الرائع اللي احنا بنشوفه سواء من الكوادر الصحية او الحكومة او الاجهزة الامنية في فلسطين، بالتحديد في بيت لحم. هذا خلى منظمة الصحة العالمية، يعني هذا الشيء خلى منظمة الصحة العالمية انه تتحدث عن فلسطين واداء الشعب الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية فيما يخص موضوع الكورونا، انها من اهم الدول، انها اتخذت يعني معايير اكثر من المعايير اللي وضعتها منظمة الصحة العالمية في التعامل مع هذا الفيروس. تحياتي لأبناء شعبنا الفلسطيني، وتحياتي حقيقة لشعبنا الفلسطيني، وبالتحديد لأهلنا في بيت لحم اللي في بؤرة وجود الكورونا في فلسطين. تحياتنا لمؤسساتنا الصحية والحكومية العاملة على الأرض، حقيقة مشكورين فردا فردا، المتطوعين، إخواننا في العاملين في وزارة الصحة واللي بتعاملوا مع المرضى بشكل خاص، الله يعطيكم الصحة. أنتم الجنود الميدان، الكل بتابع عن كثب موضوع هذا الفيروس وانتشاره في العالم، لكن نموذج فلسطين حقيقة وجب أنه أنا أتكلم عنه. تحياتي لكم جميعا، ويومكم إن شاء الله طيب وسعيد. كمان شغلة بدي أحكي فيها عن هذا الموضوع، ووجب أنه ينحكى عنه. أنا قبل أيام حكيت عنه موضوع أيضا فيروس كورونا. يا جماعة، يعني من الواضح أنه التجمعات الكتيرة في بتشكل خطر على حياة الناس وعلى إصابتهم بهذا المرض. كمان موضوع النظافة الشخصية، كمان مرة هذا موضوع يعني مش بحاجة انه الواحد يتطرق له، هاي شغلة بديهية. المفروض موضوع التغسيل الايدين يعني معروف، ووضعت معايير منظمة الصحة العالمية وكل وزارات الصحة عبر هذا الموضوع. احنا ما بدنا نهول الموضوع، يعني في تهويل زيادة بصراحة خلينا نحكي، ولكن احنا برضو كمان ما بدنا نقلل من أهمية وخطورة هذا المرض على الناس بشكل عام. الاختلاط، النظافة الشخصية، هذه أشياء مهمة جدا، إنه أي بني آدم ينتبه لها، والحامي رب العالمين إن شاء الله، يعني ربنا يحمينا ويحميكم وتعدي هذه الغمة على العالم كله على خير يا ربي، والله يعطيكم العافية يا ربي، سامحونا.